أرجوك أرجوك لا تغتر لا تغتر. إمام الحنيفية أبا الأنبياء إمام التوحيد يدعو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله وكيف الآن نحن في زمن المتغيرات والأحداث المتسارعة. يا أخي ادعي ادعي أن الله يخلص أبنائك ووصيهم على التوحيد. والله والله من يخرج من هذه الدنيا وقد سلمت أسرته من هذه الشبهات وخرجوا مسلمين فاز ورب الكعبة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.